اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. اقصيت اسرائيل لاول مره من عمليه الوصول الى راس تنظيم الدوله في ادلب. بعد ذلك مباشرة رأينا إسرائيل تطير بطائرة غالف ستريم بشكل مستقل وبعيدا كل البعد عن الأنظمة المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وانطلاقا من سماء تل أبيب وأيضا من شمال حيفا في إدارة العمليات مواجهة بالأساس إلى استقلال كامل للمراقبة والاستعلام الموجهين باتجاه محيط دمشق ومحيطها وأيضا بالنسبة اللاذقية. إذن العملية إلى حدود اللحظة مواجهة إلى العاصمة واللاذقية في محاولة ضبط بنك أهداف جديد. إذن المسألة الأساسية اليوم والتي يمكن القول معها أننا أمام اعتبارين أساسيين الآن: إقصاء الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في عملياتها داخل سوريا، يعني مباشرة أن هناك عمليات ستكون أيضا منفردة وحادية الجانب الإسرائيلي، وهذا ما يوضحه وبشكل كامل الإسرائيلي. في وقت سابق كانت كل الإجراءات منذ بداية عهد بايدن وإلى الآن كل العمليات الإسرائيلية أنجزت تحت سينتكوم. اليوم تفرد الأمريكيون فسيتفرد الإسرائيليون وبدأ تفردهم من الآن، وهذا ما يتضح بشكل مكشوف إلى أبعد حد في هذه النقطة على وجه التحديد، أي أننا أمام قصف اللاذقية وقصف دمشق. فكأن الأمر يتعلق بتحديد نطاقين مباشرين، أولا بالنسبة للروس ولسوريا وللأمريكيين، يعني أن العمليات الأخرى ستكون تحت سينتكوم بالنسبة للأهداف الإيرانية وغيرها. الآن الأهداف بالأساس في كل من اللاذقية ستتواصل مع إسرائيل ومع فرقها، على الخصوص بالنسبة لأورون، لأن أورون هو المسمى الإسرائيلي لغالف ستريم G550 والمواجهات أساسا للاستعلام المتطور بمنظومات خاصة لإسرائيل، وهذا هو الواضح. وبالنسبة للسرب 122 لأنه معروف ناشون، إذا ناشون أو هذا السرب 122 معروف بأنه متخصص في الاستعلام. ولماذا تحديدا هذا؟ لأنه يريد ويرغب الإسرائيلي في المزيد من الاستقلالية. لكن مجرد أن تكون لإسرائيل في هذه المرحلة على وجه التحديد استقلالية للقرار والاستعلام وأيضا تحديد الأهداف خارج سينتكوم، فهذه رسالة إلى بايدن بأن الأمر تجاوز ما سمي بالتنسيق الدائم بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا، أن بايدن حاول أن يصل إلى أهدافه ببراغماتية شديدة، فهو لم يشكر أحدا سوى سوريا الديمقراطية وذكرها بالاسم وذكر كل شيء، يعني أن قصد هذه هي المقصودة في كل ما يريده الأمريكي. وعندما تثار غيرة إسرائيل على أساس أن هناك من هو حليف متقدم ومشارك للولايات المتحدة الأمريكية في أهدافها في جميع أهدافها، فهذا يعطي أفقا آخر لما سيكون عليه الحال ما بين الأكراد وما بين أمريكا في حال وصول الأكراد إلى أي دولة. سيقدمون خدمة أكبر بكثير من إسرائيل، وهذا هو الواضح وهذا هو المخيف بالنسبة لإسرائيل. لذلك فالغيرة والتنافس الذي حدث سيكون له ما بعده بكل تأكيد في العلاقة الكردية الإسرائيلية. لا يتوقف الأمر عند هذه النقطة، هناك نقطة أكثر أهمية، لأن ناشون السرب 122 الإسرائيلي يعمل بالأساس على تحديد أبناك الأهداف، يعني بنك الأهداف. إذا أما يمكن تمييزه هو أن أهداف تكون معلومة عند الأطراف الأخرى، بمعنى أن استقلالية هذه الأهداف تكون في نقط محددة معينة 1 2 3. اليوم
يتضح من الآن لدى السوري ولدى الروسي والأمريكي ولدى التركي أيضا أن هناك استهداف للاذقية ولدمشق عن طريق ناشون. إذا بالنسبة للسب 122 واضح بالنسبة لمثل هذه العملية. هذه نقطة. والنقطة الثانية أن الأمريكي الذي أراد أن يحول قصد أو هذه قوات سوريا الديمقراطية إلى قوات نخبة سيعني مباشرة أن الوصول إلى حدود معينة بالنسبة لتنظيم قصد سيكون له بالتأكيد ما بعده، خصوصا وأن مسألة قوات سوريا الديمقراطية ليس فقط في مواجهة داعش، لقد استثمر الأمريكيون قصد وغيرها والأكراد عموما في كابوني وعون العرب إلى أبعد حد، وهذا معلوم. لكن الذي لا يعلمه الكثيرون هو أن الأمريكيين يريدون تأسيس خلية استخبارية لدى هذا التنظيم من أجل تنظيم معلوماته وأيضا العمل على استخبارات كردية. لأول مرة ستشرف الولايات المتحدة الأمريكية على مثل هذه الاستخبارات، وإسرائيل تتحسس من هذا الموضوع لأن كل شيء سيأخذ منها، لأن هذه المهام ستؤخذ من إسرائيل وتعطى لأكراد سوريا والأكراد عموما. هذه نقطة ثانية ومخيفة بالنسبة للبعض. المسألة الثالثة أن التقديرات التي يمكن العمل عليها الآن وخصوصا بالنسبة لإسرائيل وتحريك سرب كامل، العمليات كلها تكون بطائرة، أما تحريك سرب كامل للوصول إلى دمشق واللاذقية وانطلاقا من تل أبيب وانطلاقا من حيفا، هذا يؤكد أن نسبة هذا الطيران الحلقي سيكون له ما بعده في الوصول إلى الأهداف وتحديدها. وهذه المرة سيكون الوضع مختلفا عما سبق، لأن كل الأهداف السابقة تكون بتنسيق مع أمريكا، اليوم فيه فقط أهداف إسرائيلية بحتة. هذا يفيد أننا أمام اعتبار مفتوح لأسباب عديدة، أن الاعتبار في اللاذقية سيتواصل وأن القصف في اللاذقية سيتواصل. ليس المسألة متعلقة أبدا بطهران، إنما متعلقة بإعادة فتح قنوات الاتصال مع موسكو، وهذا هو الواضح. المسألة الأخرى والتي يمكن اليوم الاعتماد عليها أن جميع القرارات الدفاعية الخاصة باللاذقية أراد الأمريكيون أولا وأخيرا الاطلاع عليها، فكل الأهداف التي مرت في اللاذقية أو ضربت بها ميناء اللاذقية مر بموافقة للولايات المتحدة الأمريكية. ثالث رابع مسألة أن هناك الحرس الروسي، هناك ما سمي بالشرطة العسكرية الروسية التي تجول الآن في الميناء، فهل العملية اليوم بهذا الاتجاه لمعرفة هل الروس تراجعوا أم هم متواصلون أو الأصح يواصلون حاليا وهم مواصلون لهذا العمل الذي قاموا به قبلا؟ هذا هو السؤال. السؤال الآن، هل هذه الشرطة لا تزال تعمل؟ هل هي موجودة أصلا؟ كم عددها إلى آخر؟ الغريب أننا عندما سنصل إلى أن 129 حسب تقرير استخباري إسرائيلي أن 129 روسيا موجودين الآن في اللاذقية، وأهم من كل ذلك أن الميناء هو تحت سلطة الروس الآن، ولم يعد هناك إمكانية للقصف على حد زعم البعض. لكن بالنسبة لإسرائيل فإن جميع الأهداف الإيرانية ولو مع روسية في اللاذقية سيكون القصف هو مآلها، وهذا الذي دفع مباشرة إلى تسليم هذه المعلومات إلى الأمريكيين فورا، وهذا ليتأكد الجميع أن حركة إسرائيل هي حركة مضبوطة. وفي نفس الوقت فإن
إقصاء إسرائيل من العمليات الأمريكية في سوريا ليس فقط ضد رأس تنظيم داعش، إنما البقية الباقية، البقية الباقية أيضا لديها نفس هذا التأثير. لذلك جميع القدرات الحالية هي قدرات مفتوحة على إعادة التقييم من كل جانب. هنا نصل إلى الخلاصات الرئيسة بالنسبة لكل هذه المعطيات، فإن إسرائيل تحاول أن تعتمد على نفسها الآن وعبر منظومة لما سمي بالمعطيات المعلوماتية، وهذه المعطيات المعلوماتية الصلبة هي التي يتأسس عليها القرار الإسرائيلي، وهذه أساساً يتداولها الأمريكي والإسرائيلي. لكن اليوم يحاول الإسرائيلي أمام استفراد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من عملية في تواجد إسرائيل في هذه النقطة على وجه التحديد من أجل استقلال حركتها. هي لديها استقلالية في الضربات، ولكن اليوم فيها استقلالية للقرار، قرار الضربات، وليس فقط السماح بإعلان أن هناك ضربات يسمح بها أو هناك ترخيص طويل الأمد يمكن أن يعمل عليه الإسرائيلي. اليوم الإسرائيلي يتخذ القرار دون العودة لأي كان، وبالتالي فإن هذا الوضع لا يقبله البنطاغون، رغم أن الجميع الآن بما فيهم الأوروبي يعتقد بأن إمكانية إسرائيل في خصوصا في سوريا لديها مبررات في مقابل روسيا. وأما يرغب فيه الآن الأوكريني وغير الأوكريني وشرق أوروبا وإلى آخره الوصول إلى علاقات صدامية ما بين إسرائيل وروسيا، لأن هذا مهم جدا في تقليص نفوذ روسيا، لأن روسيا يجب أن تذهب من طرطوس ويجب أن تذهب أيضا من حميميم، هذا هو الواضح والذي يجب أن يكون. وبالنسبة لإسرائيل يجب أن تدعم هذا المطلب الغربي للنيتو وغير النيتو، يعني والدول الخارجة من النيتو أيضا لديها نفس الفكرة. وبالتالي فإن ما يجري حاليا صعب قبوله، لكن الإسرائيلي قرر أن ينجز بال122 حربا أخرى، حرب المعلومات، حرب المواجهات، حرب تدقيق الأرضيات، أرضيات العمليات، كل هذا لأن التفصيل النادر بهذا الخصوص يأتي من خلال قرار مباشر للروس، لأنهم قادرون اليوم على إعطاء فرصة لمحاصرتهم من طرف إسرائيل، وأن إسرائيل يمكن أن تكون جزءا من معركة الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا انطلاقا من طرطوس وحميميم. ومجرد أن تكون إسرائيل بهذا الهدوء والقبول بأنها هشة وأمنها هش ولا يمكن أن تصارع لذلك، فالكل يجري ليس فقط في شرق المتوسط وقريبا من الحدود السورية، إن الكل يجري الآن في المياه الإقليمية الإيطالية، على الأقل جزء منها كبير في إيطاليا وفي هذه المناطق بعيدا كل البعد عن شرق المتوسط حماية لإسرائيل.